السلام البنات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم جيت نحضر معكم واحد الزيت، الزيت ديال الحامض، كنحضره في الدار. الصراحه كيجي بحال هذاك اللي كنشريو. كما كتعرفوا الزيت ديال الحامض كيكون شويه غالي. كنحتاجو في هذا الزيت جوج حامضات تقريبا، واحد الكاس تاع الزيت الروميه. طبعا هاد الحامض كنغسلوه ونشفوه مزيان. كنحتاج لواحد القرعه، دابا نوري لكم كيفاش درت لهاد القرعه حتى ولات كي بحال هكايا. وكسرونه فاش نصاوبوا هاد الزيت ديال الحامض. المهم كنشدو الحامض كننقيوه، يعني كن حنا باش نخرجوا الزيت تاع الحامض كنحتاجوا غير ديك القشره الفوقانيه ديال الحامض. نحاولوا اننا ما نهزوش داك البيض ديال ديك القشره البيضاء ديال الحامض. نحاولوا نهزو غير الفوقاني، يعني ما نقيسوش الحامض لداخل. كما كتشوفوا معايا في الفيديو. المهم الكميه كتبقى لكم نتوما شحال بغيتو تاع. المهم بالنسبه لكاس تاع الزيت تقريبا غنحتاج لسميتو جوج حامضات. كما قلت لكم ديك القرعه، دابا نوري لكم الطريقه باش كنغلف انا دوك القراعي. هي طريقه سهله، كاينين هكاي وصفات كي بحال دابا نشاركها معكم. الزيوت و زيت الخزامه، زيت الحلبه، زيت كاع هادو مازال غنشاركها معكم. وكي بحال هاد الزيوت كيبغيو القراعي يكونوا هكايا مغطيين، ما تضربهمش الشمس. حتى الا ما كانش ماشي مشكل، يكفي انكم ديروا في اي قرعه عندكم، غير هي ديروها في البلاكار ما يشوفهاش الضو. المهم انا غنكمل هذا الحامض اللي عندي هنايا، غنقيها هكايا نطلقوه من بعد. من بعد مني نقيت دوك القشور تاع الحامض غنشدوهم. غتجيبو شي هكاي شي شبكه ولا شي تبصيل هكايا، كتحطوهم في الظل حتى كينشفو، اولا كتدخلوهم للفران. من بعد ما كطيبو الخبز وكطفيوه على الفران كتدخلوهم، الا كنتو هكا زربانين حتى كيكرمو داك الصاد ديال الفران. انا دابا غندخلهم للفران، انا طيبت الخبز وطفيت عليه، غيكرمو غير بداك الصاد ديال الفران صافي ونخرجوهم. صافي انا دابا غنحطهم في الفران ونشوفوا معايا الطريقه ديال القرعه. كما قلت لكم بالنسبه للقرعه كيفاش كنغلفهم ولا كيفاش كنصبوهم، كنشدوا اي قرعه كانت عندنا. هذه كانت عندي ديال العسل، غسلتها ونشفتها مزيان. غنجيب واحد البومبه ديال الصباغه باللون ديال هكا الفضه، هي هذه. زعما رخاصين ما كيكونوش غاليين، ب 400 درهم هادي باش خديتها. صافي المهم غنبدا نرش هكايا. كفرشت واحد مجله هكايا باش ما يتقش ليا الارض. صافي غنبدا نصبغ فيها هكايا، يعني نتاكد بلي راه صافي تغطات كل هاد الزاجه كما كتشوفوا. صافي نخلوها حتى كتكرم، حتى كتكرم ديك الصباغه. هاد كنستعملوهم.
بس من بعد ما كرم داك كاع دوك القشور اللي نقينا قبيله كرموا لينا ولاو على هذا الشكل هذا نتوما كما كتشوفوا، يعني كيكونوا ما كيكونوا مقرملين مقرملين، ما خاصش يكون فيهم ما خاصش يكونوا رطبين ولا فيهم الماء، يعني يكونوا مقرملين. من الاحسن كما قلت لكم ديروا الطريقه ديال الفران، انكم تطيبوا الخبز وتطفوه على الفران وتدخلوه وتحطوه في شي شبيكه ديال الفرانيت كيجيو احسن. المهم غنشدوا الكسرونه غنخويو عليها كاس تاع الزيت الروميه، غنضيفوا عليهم هاد القشور تاع الحامض، صافي. من بعد غنجيبوا واحد الكسرونه كبيره على هاد الكسرونه هذه ونديروا عليها الماء ونحطوا عليها هاد الكسرونه اللي فيها الزيت والقشور تاع الحامض ونشعليهم العافيه، نخليو شي العافيه مهيله ما تكونش مجهده، صافي. نخليهم واحد تقريبا واحد ساعه المقانه، صافي. كنحيدوهم وكنديرهم في القرعه اللي وجدنا معكم او لاي قرعه كما قلت لكم، غير هو الا كانت قرعه يعني باينه يعني الزاج ما مغطياش، من الاحسن ديروها في بلاكار تكون بعيده على الاشعه ديال الضوء، صافي. كتستعملوها في يعني الزيت ديال الحامض كما كتعرفوا راه كيتستعملوا في بزاف تاع الوصفات. دابا ان شاء الله نشاركهم معكم الوصفات اللي كندير انا بزيت الحامض. المهم غير هذه غير طريقه ديال يعني طريقه ديال صنع زيت الحامض، كما كنعرفوا كيكون الحامض شويه يعني الزيت ديالو شي شويه طالع في الثمن كيكون غالي. هذه طريقه سهله واي وحده ممكن توجدها في الدار ما كاين حتى مشكل. المهم كما قلت لكم انا درتو انا داك ملي كنخليو دوك القشور في داك الزيت نيت ما كتصفيوش داك الزيت، كتخليو فيه القشور ديالو بحال هكا في القرعه، صافي. كتزيد يعني داكشي اللي غتبقاو تستعملوا نتوما غديروا في شي قرعه هكا كما كانت قراكه ديال سبريم الاحسن. انا درته في هاد درت غير شويه في هاد القرعه هذه اللي كتبان لكم دابا، والاخرى القرعه اللي الكبيره كان يعني كنحطها على كنطرفها بوحدها هذيك، كندير شي شويه اللي غنبقى نستعمل كنخليها كيف يعني فوق الكوافوزه ولا في البلاصه قريبه ليا. الصراحه زوين زوينه البنات جربوه وما غاديش تندموا البنات، الصراحه ريحته فن فن، كتشموا ديك ريحه الحامض اللي اصلا حنا ما كنشموه في داك الحامض اللي كنشريو حنا في الزنقه. كما قلت لكم ان شاء الله دابا نشارك معكم وصفات زوينه ديال زيت الحامض. المهم نتمنى يعجبكم هذا الفيديو وشكرا لكم، شكرا لكم بزاف، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.